أول محطاتنا الصباحية لليوم رح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم، عصر التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الأطفال أكثر عرضة لهدول الوسائل أكثر من أي وقت مضى. اليوم الأطفال عم يتعرضوا ليشوفوا دائما ويقلدوا أساليب حياة المشاهير والشخصيات العامة، أسلوبهم تصرفاتهم، هذا الشيء أكيد عم ينعكس بشكل سلبي على الأطفال. يا رشا أكيد يا ليلى، اليوم يعني هي ظاهرة عامة خلينا نشوفها، وإذا بدنا نقول يعني نعمل اسقاط على الواقع خلينا نبلش من اطفالنا ونحن كيف بنراقبهم بالبيت، كيف انهم بيروحوا لشخصيات حتى اكبر من اعمارهم بيحاولوا انهم يقلدوهم ويعملوا نفس الشخصيه. طبعا هذا السلوك له تاثير جدي على جدا سلبي على تفكيرهم، على شخصيتهم، على مستواهم التعليمي والدراسي. اليوم نحن شو دورنا كاهالي؟ كيف نحن قادرين نراقبهم ونوجههم بالاتجاه الصحيح؟ هدول المعلومات وغيرهم اكيد حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الدكتور دكتورة مريم حاج عثمان، اختصاصية تربوية وأسرية. سعد صباحك دكتورة. سعد صباحكم. أهلا وسهلا صباحك. أهلا وسهلا فيكي. مثل ما منعرف اليوم وسائل التواصل الاجتماعي صارت بكثرة بمتناول أيدي الأطفال. اليوم خلينا نحكي الأسباب الأساسية اللي بتأثر فعلا على الأطفال أو اللي بتخليهم فعلا اليوم يتأثروا بالمشاهير يروحوا لتقليدهم. تمام. هلا هن الأطفال بطبيعة الحال لحتى يكون هالشخصية عنده والكينونة هي تاخذ مسارة أو تاخذ المهارات الاجتماعية والمهارات اللي بيقدر يعملها ويطبقها بأرض الواقع، هو المفروض عليه إنه يقلد. يعني هو مراحل بيمرق فيها الطفل من عمر الزيرو، خلينا أقول اليوم، لعمر المراهقة وأكبر، هو بيحب يقلد لحتى أنا بدي أقلد، بعدين أنا أختار الشيء اللي بيناسبني، بعدين أنا أبتكر أو أني أنا أعمل مثل فحوة أو إطار لشخصيتي بيشبهني، بيشبه قدراتي، بيشبه خبراتي اللي أنا اكتسبتها. فالتقليد هو ما له سيء، بالعكس هو كيف أنا ممكن أعطي هذا الطفل أو زوده بخبرات ومهارات عن طريق التقليد. يعني هلا على سبيل المثال لما الطفل بده ينظف حاله نظافة شخصية، فرشاية الأسنان، أنا بشوف الماما كيف عم تفرشي أسنانها وبشوف البابا وبشوف أخواتي، فأنا بروح بقلد مع شوية مراقبة مع شوية تعليمات صغيرة صارت عندي عادة، صارت عندي أني أنا لازم يصير فرشي أسناني، هي بالمراقبة بتصير العادة. ولكن التقليد اللي نحن عم نحكي عنه هو التقليد الأعمى، أني أنا عم قلد للتقليد فقط، لأني أنا ممكن عندي نقص، عندي مشاكل بشخصيتي، عندي أشياء أنا بدي أرمي عليها مثل شماعة خليني أقول، أو أني أنا أستوحي منها لكون شخصية أنا عاجبتني بالخيال، أنا عم بهرب من واقعي الافتراضي. عندي أنا الواقع الافتراضي غير الواقع الحقيقي، فالواقع الافتراضي المبهر والواسع والكبير أنا عم بهرب منه من الواقع اللي أنا عايش فيه، فبروح للمشهور الفلاني باخذ منه حركات معينة، ستايل معين، لايف ستايل معين، لحتى أنا أحس بمالي أنا مالي موجود لأنا موجود، وكمان نفس الوقت أني أنا واكب التطورات، واكب الأحداث الجديدة، فكروا أنه هذا المشهور هو اللي عم بيعمل هالتطورات والأحداث، أو هو اللي عم ممكن يطلقها أو عم بيعرفها عن طريقه. فأنا دائماً بكون عم تابع هذا المشهور، ولكن كتر متابعتي له هتصير باللاوعي تفكيري بيشبه تفكيره، بصير ما رح أشبه حالي، وممكن كتير أتخلى عن مبادئ، اتخلى عن شخصيتي، اتخلى عن حالي، اتخلى عن كتير شغلات انا ما بقدر عليها، بقدر عليها ولكن ما بقدر على الشيء اللي عم بيعطيني اياه. هلا خلينا نروح على جانب كتير مهم، اني انا لما بصير كطفل انا عم قلد، فانا بصير عندي ضغط الجماعه، انه انت ليش مالك معنا بالمجموعه الفلانيه؟ ليش مالك متابع المشهور الفلاني؟ فعندي هي ضغط الجماعه هو اللي بيخليني اني انا تابع فلان وقلد فلان وتابع فلان بطريقه اكله بشربه بحتى مكياجه بالماركات والبراندات اللي عم تستخدمها، فهذا بيساوي لي الضغط علي انا كشخص وضغط على اسرتي ماليا واجتماعيا واقتصاديا، هذا كلياته انا بغنى عنه بالتقليد. هلا لنروح للجانب انه انا طب انا كيف ممكن اني انا ما اخلي اطفالي يقلدوا؟ ما رح تقدري، لانه هو طفلك بيقلد، ولكن انت يا هل ترى عم تقدمي له النماذج الايجابيه ليقلدها ليستوحي منها شخصيته بعدين بالمستقبل؟ هون نحن لازم نكون كرقابه ووعي عند الاهالي، انه ما تخلي ابنك دائما على السوشيال ميديا، ما تخلي ابنك على البرامج ان كانت الانترنت ولا التلفزيونيه،
هذا كثير نحن بنضوي عليه، يكون انه ما يكون كل شيء متاح. ذكرتي نقطة دكتورة مريم وهي جدا مهمة، وهو خلينا نقول التقليد فطري، بنعرف من حالنا صحيح. كنا نقلد الماما بلبس كربينة صحيح، حاطة المكياج بالروج بهدول الحركات، يعني صحيح يعني كان فطري على براءة، ولكن اليوم عم نشوف أطفالنا بشخصيات يعني مشاهير جدا معروفة صحيح. وعملت لهم مو بس إنه هنن عم يقلدوا، صار عندهم شخصية سلبية عدوانية، يعني بتقول لك أنا هيك بدي أعمل، يعني يمكن هي من هي أحد التحديات اللي عم تواجه الأطفال، بالإضافة لضغط الجماعة إنه أنا بدي أروح ألحق هذا الجروب صحيح. شو هي أهم التحديات اللي ممكن تواجه طفلي أنا؟ هلا هي ضغط الجماعة هي اللي عم تواجه لي هالتحدي هذا، وضغط الجماعة شو عم بيعمل لي بهذا الطفل؟ ممكن يكون الحالة المادية عنده بسيطة أو الحالة المادية عنده منيحة، بكل الحالتين في عندي ضغط. إذا أنت ما كنت عم تعمل الشيء اللي شايفه هذا المشهور أو المشاهير هدول فأنت ما بتنتمي إلنا. على سبيل المثال خلينا نروح على مدرسة، إذا أنت ما كنت مثلا عندك اللبس الفلاني أو عندك الشيء الستايل الفلاني فأنت ما رح تكون من هالجماعة. فضغط الجماعة بيخليني إني أنا أضغط على أهلي، تحدي عند الأهل، أضغط على أهلي أنا بدي الفستان الفلاني، أنا بدي الزي الفلاني، أنا بدي الباركة الفلانية. فالأهالي مشان يرضوا أطفالهم ممكن يروحوا يلبوا له تماما، يدينوا يقترضوا، ممكن ما يقدروا يلبوا له اياه، بعدين يصير هو يمد ايده لاموال ما من حقه يمد ايده عليها او تاخذنا لمتاهات يعني نحن بغنى عنها. فهي من احد التحديات الظروف الاقتصاديه والماليه، اني انا كيف بدي اعيش ابني؟ طيب معهم حق، كل العالم عايشه، انا بدي اعيش ابني بطريقه تكون مرتاحه وشوي مثل اللي شايفه، فبصير بدين، بقترض، ببيع اشياء لحتى انا اني اوفر الراحه لابني. هي من احد التحديات. من احد التحديات كمان اني انا عم بزرع قيم ومبادئ وهذا هدول المشاهير عم يهدموا، عم بيهدموا لي اياهم تماما، كاني ما زرعت شيء، وانا هذا اللي بدي اياه. اللي الطفل مثلا بيقول لي انا هيك، اصلا كل العالم عايشه هيك، انت وين عايشه؟ بصير الماما والبابا قديمه، فانت مو مواكبين التطور والحداثه والحداره تبعي اللي انا بدي اياها، وعم نعاني منها تماما بصراحه. يعني هذا تحدي كثير كبير، انا دقه قديمه بقلي ابني. هلا بتلاقي الطفل كمان كل يوم بشخصيه، ممكن ما يتبع مشهور واحد، كل يوم بشخصيه، كل شهر بده يتبع اسلوب معين من هالمشهور، ممكن برجع بقول لك عم بيهرب من واقع عنده او هو متمني يكون عنده. هون انا دوري كاهل اني انا وعي هذا الطالب او الطفل. اليوم ما بيروح الاطفال مثل ما عم تذكري حضرتك لسلوك وتصرفات كثير غريبه. نعم. باي عمر ببلش او باي العمر الاخطر فعلا اللي بيكون فيه الطفل بالتقليد؟ هل هو عمر المراهقه اللي بيكون اكثر انسجاما مع التقليد وهو ممكن بيقضي ساعات اطول على وسائل التواصل الاجتماعي من الاطفال، او الاطفال باعمار صغيره ممكن يكون اخطر عليهم مراحل التقليد؟ هلا خلينا نقول انه هو باي عمر هو خطير، لانه نحن اذا بدنا نقول من عمر زيرو لعمر سنتين الطفل بيقلد تعابير وشي، بيقلد المشاعر اللي انا عم بعملها بالفطره، فهو عم بيقلد هذا وعم بيتبنى المشاعر او عم بيتبنى الرياكشنات اللي عندي او الشيء اللي عندي اياه كاساليب للتعاون او للتواصل لحتى اتواصل مع الاخر. عندي من السنتين للست سنين، وهون انا بقول انه هي فتره اخطر شيء اني انا بلش قلد، لاني انا هون باخذ الطابع الشخصيه تبعي، فانا اذا قلدت شخصيات سلبيه فصارت عندي طابع شخصيتي السلبي، بعنف، بعدوان، بكلام ممكن يكون قاسي، بطريقه تعامل. فممكن انا من عمر السنتين للست سنين يكون عندي اياها أخطر مرحلة للتقليد، لأنه هون عم تنبنى كينونته، عم تنبنى شخصيته. طبعا فترة المراهقة والطفولة العادية اللي هي من 6 سنين لل 15 أو 13 سنة جدا خطيرة، ولكن إذا سبقتها تقليد أعمى سلبي بالعمر السنتين للست سنين فأنا في خطورة كتير كبيرة بفترة المراهقة، حيصير عندي أنا شرنقة حوالين نفسي، أنتوا ما دخلكم فيني، أنا بعرف شو عم بعمل، أصلا أنتوا مو عايشين بهالكوكب كلياته. تمام، متأخرين جدا جدا، انتم متأخرين، يعني اهل شو جايين تعملوا انتم من 1900 وخشبه، يعني انا في طلاب طالبات وطلاب واطفال بيقولوا لي انتم من 1900 وخشبه، يعني الفكره انه نحن كثير قدامى بالنسبه لهم، كل سنه في ابديت جديد، كل سنه في تحديثات جديده، هن بدهم يواكبوا هذا الشيء. فانت ما رح يروح لعند الام والاب بالتقليد، حيروح لعند شيء من اقرانه او شايف واحد نموذج ناجح مشهور بيمتلك البراند الفلاني، بيمتلك الرصيد الفلاني، بيمتلك اللايف ستايل اللي انا عن جد
انا بدي اياه ببلش يحلم وببلش يصير يقلده لحتى فكره انه يصير مثله. صحيح. فلا بيصير مثله ولا بيقدر يرجع بشخصيته او يكتشف مواطن القوه والضعف بشخصيته. وهون نحن من التحديات اللي تفضلت فيها كمان، تحديات اني انا ما عاد اعرف نفسي مين، ما عاد اعرف هويتي مين، ضاعت هويتي باندماجي مع هاي الشخصيه المشهوره. انا ما عاد اعرف ابني عم بيراهق ولا عم بيقلد ولا مش عم بيعمل بالزبط. ولا ما بعرف شو عم يعمل. وهون بيجي دورنا وكرمال ما نجمل الواقع كثير دكتوره. اليوم انشغالات العمل، ضغط العمل عم يخلينا نسمح لاطفالنا بحمل التعبات لمده كثير طويله، يعني اليوم في ناس كثير ما عندها الوضع المادي الجيد لحتى تبعتهم انشطه صيفيه. صحيح. فبنروح للموبايل. في ناس اللي حل مثالي بيقولوا في ناس بيروحوا على اشغالهم شغل واثنين اليوم لتواكبي هذا التطور الاقتصادي. يعني صحيح. فاليوم احنا كيف قادرين نضبط؟ يعني خلينا نبلش من انفسنا. يعني انا حدا كل يوم باخذ قرارات، ثاني نهار بلاقي انه انا عندي ضغط ما بقدر. خلص برجع للقرار الاولاني. من بكره نفرجيكم. بكره رح انفذ القرار اللي اخذته او اخذ قرار ثاني. هلا هو ضغوط العمل وضغوط الحياه عن جد ممكن تعمل معنا نحن كاهالي مع اطفالنا هيك، وانما انا لما بكون حازمه بموقف لازم اخذ قرار، لازم اكون حازمه فيه مشان ابني ياخذني على محمل الجد. هي النقطه. نقطه ثانيه، مو ضروري يكون معي هالمبلغ الفلاني الكبير لحتى ابعت ابني لانشطه. ما هو عم بتبعتي على انشطه عم تاخذيه له عم تعطيه الموبايل، فهو عم بيشوف الموبايل مع رفيقه ويشوفه بالانشطه الفلانيه وتابعت الفلاني. نعم. ما بقدر انا اقول انه انا بس اني ابعت لابني على نشاط معين اني انا لهيته. حمليه مسؤوليه، حمليه مسؤوليه بيقدر يحملها بالبيت. كيف؟ يعني مسؤوليته اولا، مسؤوليه. نعم. نظافته الشخصيه، مسؤوليه غرفته، مسؤوليه انه يساعدك بالبيت، مسؤوليه انه يكون له شيء معين هذا خاص فيه له، هو مسؤول عنه. فانا بصير انا اول شيء مسؤوله بالبيت، بيروح بيقتطع جزء كثير كبير من وقتي لك مسؤوليتي. طبعا نحن عم نحكي بالصيف، ما عم نحكي بايام الدراسه، انه ايام الصيف هي كلياتها اغلبيتها على الاجهزه الذكيه والالكترونيه. فانا مشان ما اسمع دوشته، مشان ما يتطلب بعطيها الموبايل وبرتاح. لا اكيد لا، لانه انت بعدين حتلاقيها فيما بعد. فكثير مهم انك تحطي تحاوري طفلك على الاقل، على الاقل باليوم ثلث ساعه على الاقل، يعني بيستاهل منك حتى لو كان عندك ضغط شغل. ثلث ساعه كفيله، 20 دقيقه كفيله اني انا وضح لابني قد ما كان عمره، وضح لابني شو يعني ضغط جماعه، شو يعني هدول المشاهير، انه حياتهم مزيفه، هدول بس يطفي الكاميرا تعال نتخيل شو هي حياتهم. ناقشي وحاوري بهذا الموضوع، انه شو هي حياتهم، شو بتتخيل حياتهم. وكثير عندنا نماذج على فكره صارت فضايح بالانترنت. صحيح. ممكن. صحيح. انا اخذها كادله مع نقاشي مع ابني. فاكيد هاي الشغله مزيفه، انت ما عم تشبه حالك، انت مو مثلهم، انت افضل، انت عندك ملكات افضل. فانا ضوي على هذا الموضوع، هو دائما التكرار والمناقشه والحوار مع الطفل بيعمل اني انا اتبنى القرار اللي انت عم توجهيني له. اما انا اذا بس ناقشت طفلي مره واحده كل شهر، فاي قرار هيك. على الماشي وانا مستعجله، يعني ما هدول اللي عم ناقشه. يا اما اذا ناقشتي بيكون بطريقه النصح، فلا لا بدي نصح ولا بدي انا امشي يلا انا عم بحكي مع ابني وخلاص. لا انا عن جد بدي اقعد واتفرغ تماما من هالثلث ساعه، ما يكون شيء براسي نهائيا غير اني انا عم ناقش ابني وحاوره. هلا في امهات شو بتقلي؟ انا ارتفع ضغطي وانا عم ناقش ابني. انتفخ كولوني. وانا عم بحكي مع ابني انتفع ضغطي لانه ما عم بيفهم علي. انا كمان بدي اتزود كاهل. نعم. بوسائل حديثه للتواصل والتفاعل مع طفلي. مشان هيك لازم تتعرفي على احدث الادوات الحديثه للتواصل والتفاعل مع الاطفال او التفاعل مع الاخر. فكتير مهم اني انا اعرف هالادوات، اني حاور طفلي، اني اوضح له شو يعني ضغط الجماعه وشو بيعمل، شو بيعمل لي، ممكن وين يوديني، شو حياه هالمشاهير الزائفه مفروض انا ناقشه فيها، لانه هي اللي عم تاثر على ابني لما ما بكون موجوده او حتى موجوده ما لي عرفانه شو عم بيعمل. صح. زائد اخر شيء انه لازم قنن قعدته على الانترنت، قنن قعدته على الانترنت. انت ما سمح لك كذا باعمار كذا. طبعا بعد ال 16-17 بصير هو لحاله بيعرف قديش مسموح له، بصير في عنده مشاغل وعنده انجازات هو اهم مني اني انا تابع المشاهير. ولكن قبل 15-16 نعم المفروض اني انا خلي ابني ياخذ مسلك انه يقنن استخدامه للانترنت. وهي موضوع ما له سهل، اكيد صبر كثير كثير كثير، لانه انا بدي قنن الانترنت حتى اليوم لما بدنا نترك الطفل
مرحلة طويلة فترات الصيف على الموبايل، اليوم قبل المدرسة بشهر أو قبل بعشر أيام، أو اليوم نحن بدنا نقعد نعمله مثل ما حكيتي بدنا نقنن، اليوم رح تكون هاي المرحلة كتير صعبة، فمن البداية لازم يكون في يمكن أساليب، حتى إذا بدنا نروح للنقطة الثانية للدراسة، الموبايل قد إيه عم يأثر اليوم على أطفالنا بمراحل الدراسة وحتى تقليد المشاهير، اليوم وقت الطفل عم بيقلد المشاهير على عم بيوصل لمرحلة المراهقة عم بيشوف إنه هذا شخص مشهور اليوم أو يوتيوبر عم بيطلع مصاري كتير من وراء هذا الشيء وسريعة. أنا خلص ليش لحتى أدرس خليني أعمل مثله. خلينا نحكي شوي أكثر عن هاي النقطة اللي فعلا خطيرة على الأطفال. تمام، وغير هيك إنه أنا مو بس عم بصير عندي الثروة الفاحشة بسرعة، كمان عم بصير إنه أنا وصغير بدي أعمل مشاريع وأعمال، هو مو غلط، ولكن اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. تماما، اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. أنا هيك كمان بدي ضوي عليها بالنقاش والحوار مع طفلي. كتير مهم اللي تفضلتي فيه إنه أنا لما بدي أدرس شو بستفيد من الدراسة؟ بالأخير حأطلع موظف عندي راتب معين، فأنا ما بدي هذا كلياته، لا خليني روح على السايد تبع المشاهير أعمل تيك توكر وأعمل يوتيوبر وأخذ المبلغ الفلاني وبصير بالعشرين. شوفي العشرين صارت، بصير بالعشرين 22 بعمر الجامعة، أنا بختار الجامعة اللي أنا بدي إياها لأني أنا قادر إني أنا فوتها تمام، واني انا انجح كيف ما كان، مهم اني انا احصل هذا المبلغ وبعدين اعمل مشاريعي لحالي. هو مو غلط اني انا افكر كيف اعمل مشاريع، ولكن الغلط اني انا اقلد فلان وعلان. ليه؟ لانه انا تقليد اعمى بس فقط اني انا مقلده، هو ما رح يوصل له ممكن كثير، فيصير عنده احباط، يصير عنده خذلان، يصير عنده مشاعر سلبيه، يصير عنده بوادر اكتئاب، ويصير يلعن الظروف، يصير يلعن الظروف ويلعن ظروف البلد اللي موجود فيها ما يخلي شيء ابدا. تمام. فالفكره اني انا خليني انا ضوي لطفلي قديش العلم مفيد وقديش هو مهم، مو بس ماليا، انا بدي قيمه، بدي مركز، بدي يكون عندي اني انا انسان مثقف. هون انا هون باخذه لهذا السايد، ما باخذه بس للسايد المصاري، المصاري رح تجي، ولكن انا اسقل نفسي اجتماعيا وعقليا وعلميا، المصاري رح تجي. اليوم هاي المعلومات جدا مهمة، ونتمنى اليوم دكتورة النصائح والأدوات اللي ذكرتيها نبلش من حالنا فيها لحتى نمشي أطفالنا بالطريق الصحيح. شكرا لحضورك اليوم، أهلا وسهلا، صباحك حلو، يسعد صباحك، شكرا لحضورك معنا، بقية نهار حلو لك.